اليوم حضر لك مفاجأة راح أصدمك فيها، والله لازمك فيها، انتظروها. وأمي الشباك مرحبا، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير أصدقائي. اليوم فيكم فيديو جديد. اليوم الفيديو هو أم البيز تخرج عن السيطرة. أم البيز خرجت عن السيطرة، أم البيز قررت تكمل نص دينها. يعني عن جد شيء خرافي. حقك أم البيز عمرها 17 سنة، البنت راح تتجوز، صرعتنا بالزواج. مرة أنس بيعمل فيها مقلب، ومرة بتعمل هي بأنس. المرة الصدمة الكاسحة يلي دمر السوشيال ميديا بأكمله، أم البيز تخطب. إيه الصدمة دي؟ يا الله، إذا أنت خطبت أنس تستفيد. والله أنا زعلان، كنت حاطط عيني عليكي. أصدقائي قبل ما نبلش الفيديو بحب أذكركم 7/11/2020 راح تنزل غنيتي يوم السبت الساعة 4 العصر، فيديو كليب حصري. راح تكون فخامة، راح تدمر الأرض، راح تكسر الدنيا، يعني راح هيك مرة تجي ولا مشاهدة. أصدقائي خلونا نشوف فيديو أم البيز وأنس عمال يتغازل فيها تخرج عن السيطرة. يعني ركزوا لي، أكثر شيء خرجت عن السيطرة. ترارارام، هلا بو خاطر من أولته حبايب القلب، انتظروا مفاجأة بكرة من بعد المستحيل. ما عاد أحسن أنام، أنا ما عاد أحسن أنام، راح أموت من قهري. من بعد الزمن الطويل، من بعد الفترات الطويلة. لاحظوا لي على بيسان أخذ دول الخجولة وعمل هيك. يا عليك ما بدي أتجوز. تضرب مفاجأة بكرة، خف علينا الفستان. بس بدي أعلم، عاد فرجينا الخاطب، ليش عم تعمل هيك؟ يعني إيش تداعي؟ يعني بوز، إيش يعني بوز؟ ايه مكانه بالحلقة هاي؟ شوف شوف شوف، خف علينا، انتظر مفاجأة بكرة على اليوتيوب. فيديو جديد بكرة على اليوتيوب رح ينزل طبعا حبايب على قناتي، كونوا جاهزين الساعة 8 ان شاء الله بتوقيت دبي. وغير هيك في بكرة كتير مفاجآت على الانستغرام عليك، بس انتوا كونوا جاهزين لكل شيء جديد خلال ما احنا في دبي. انتظروا كل شيء جديد وانتظروا القنابل. يعني يا اصدقائي، بنت تعمل مقلب الحمل بامها، ايش تاخذوا منها؟ خلينا فستان لامها مش امها. ام البيس متحمسه، متحمسه بانتظارها الخطبه. بيه مجنون. اعطيهم بوسه. خير. لا، اعطيه بوسه. اعطي بوسي يا بنت ال حبايبي. جود مورنينج، احلى صباحات، احلى صباح، احلى فطور مع الناس الطيب. شوف شوف حبايب، شوفوا شوفوا الفطورات. طبعا الفطور بحلو بوجوهكم. ابس يعني انس عمال يلعب صح على خطوعه، يزحلق من على ظهر المعلقه. الهي خف علينا قوس كزح، فجريها تفجير. ركزوا لي على تمه الانس. طبعا حبايب اليوم راح اورجيكم اشي من عجائب الثمانيه، ومن عجائب الساعه راح اورجيكم عجائب الثمانيه. عمركم شفتوا عسل؟ عسل هذا ولا عسل؟ بوكل عسل. الله الله الله، عمركم شفتوا عسل بياكل عسل؟ لا، عم بيغلط على الكاميرا. الله الله، خف علينا. ام البيس ياخذ دور الخجلانه، ما بدي اكل. خف، هاي عملت لكم من عجائب الثمانيه عشان تعرفوا اني انا ما بقصر معاكم. انتظرونا بكل حركات جديده، احنا راح نعلم المسلسلات الشغلات الرومانسيه فقط للتمثيل. أصدق هدول لازم يكون قناتهم جنبها زائد 18. يعني عن جد كانت مناسبة لكل الأعمار. الله، بنصح الناس تحط يعني هنن يعدلوا البروفايل ويحطوا جنبه زائد 18. أنس الشايب زائد 18، ميسان إسماعيل زائد 18. فقط للتمثيل إنه حلال حلال حلال، وإذا كانوا بغاية، الرومانسية يفضع اخت التفاهة. اصدقائي كرهوني اليوتيوب، يعني بدي يعمل مقلب ضل اكثر من 3 ساعات ستوريات وملبس وغازل، هو بحجة المقلب بدخل بالغزل. يعني فهمتوا علي انتم؟ ها يعني الشباب فهمت علي. شلون الشباب اولي لما يلطشوا بنت بروحوا يشتروا لها الاخوة الصغيرة او بلعبوا اخوة،
انس صعب الحق هذا اي موضة حبيبي. انس شايب يعني هالموضة قدمت عن جد يعني ما يعني ما في حكي احكي ما في حكي احكي. بنت بتعمل مقلب الحمل ايش عم تترجوا منها؟ بس بيسام يعني احترمي احترمي الفن جواتك، احترمي صوتك، الناس اعتبروك فنانة يعني ما اعتبروك بيسان اسماعيل اليوتيوبر بيسان اسماعيل من التحديات من المقالب، انت فنانة تقيلة تقيلة لازم تكوني. انس الزلمة حقه يعني حقه، انا محله بسوي اكتر من هيك يعني، انت مفتح لك خاي مفتح لك الطريق خط احمر روح طير اللي بدك يعمله. اصدقائي لهون وصلنا لنهاية التفاهة، مرة لكم الفيديو نهاية التفاهة. اصدقائي بحب اذكركم 7/11/2020 قنية الساعة 4 العصر يوم السبت راح تفجر ام السوشيال ميديا فيها. اصدقائي لو وصلنا لنهاية الفيديو اذا عجبك الفيديو لا تنسى تحط لايك واشترك وتفعل الجرس. احبكم، انتظرونا في فيديو جديد. السلام عليكم. اسمع يا ابو المفهومية، اذا متابع عدنان شهابي رح بتروح عليك حلقة قوية. حط لايك واشترك في القناة لحتى تستمتع بالمقاطع الكوميدية بالراحة.